السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعهم إلى يوم الدين. تحية نضالية للجميع، تحية نضالية لكل الجماهير الموجودة. جمعونا هنا لغاية واحدة، وهو رد الاعتبار ورد الحق لصاحبه، وهو الشهيد بإذن الله مروان الزعر، وهو طالب حصل على شهادة البكالوريا هذه السنة، وكان سيلتحق بأحد المعاهد بالرباط، ومعهد لتأهيل المكفوفين الذي يخول له الدخول لمعاهد لدراسة الترويض الطبي، وكان له اختيار بين أن يبقى هنا وأن يذهب إلى الرباط، ولكنه اختار الرباط، فإذا بطريق الرباط يتوقف في مكناس في ضواحيها في منطقة تسمى عين جمعة، بحيث وافته المنية. نحن لا نعارض قضاء الله وقدره، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، إلا أننا جد مصدومين بهذه الطريقة الغريبة والغامضة التي توفى، التي يقول المسؤولون عن السكة الحديدية أنه لاقي حتفه إثر سقوطه من باب القطار. وهنا نطرح سؤالا، كيف لأبواب القطار أن تكون مفتوحة خارج المحطات؟ كيف لأبواب القطار أن تكون مفتوحة في خارج المحطات؟ أليس هذا تقصيرا في حق المواطن بصفة عامة، وفي حق ذوي الإعاقة بصفة خاصة والمكفوف؟ أليس هذا تقصيرا؟ أليست هذه جريمة ضد الإنسانية؟ نحن نتساءل ونرجو من الله أن يتبين الحق، ونحن صامدون ولن نتوقف، هذه مجرد بداية، لن نتوقف حتى يتبين الحق وإعطاء ذي حق حقه. ونحن نطالب أولا الجهات المسؤولة، وهي المكتب الوطني للسكك الحديدية، بجبر الضرر، فهذا ما يفرضه القانون وما تفرضه الشخص الذي يكون مسؤولا مدنيا، أو مسؤولية مدنية أو مسؤولية جنائية. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.